السلامة، مرحبا بكم على قناة طيب الحيش على يوتيوب. جبنا لكم عرض مميز للغاية. اليوم باش نعملوا فيه دورة مع بعضنا من برا ومن داخل، وباش نستكشفوا اون فيلا مزيانة مزيانة على الاخر. احنا المرة هذيا قربنا، احنا توا في منطقة حامات الشمالية، بالضبط بالضبط بين الحي هذاك الكارتيه اللي مقابل كارفور، في الزون نتاع الحامات نور، وين بين روبا السلطان في شيرات هذيك. دونك احنا قدام شويه باش نلقاو كارفور، احنا تو مقابلين الكارفور بالضبط. دونك دويره فيها منظر مزيان برشا، اطلاله جميله جدا على البحر، كارتي ريزيدونسيال كلها فيلات باش نبنى وكل شيء، بلاصه تعمل 6 سنين. كيف باش نعملوا دور في الدار مع بعضنا، فيها 4 بيوت، فيها كوشينه، صاله كبيره، تطل على البيسين، جرده تعمل 66 كيف، دايره في الدار الكليكه، حاجه فريمون روعه. نلقاو في المدخل نتاع الدار هنا، هذه مدخل السيارة، بلاصة تسيع حتى 2 ولا 3 كراهب، بلاصة كبيرة برشا باش نعملو فيها دورة بعضنا. وكذا هي، هذه مغطية بعد تنجم تزيد تريقلها، فما كوان هنا نتاع جردة مزيانة من الآخر. دار الكليكا مجهزة بالإنارة كيف كيف، لكاميرات سورفيانس، لالارم والدنيا الكليك. البارتي هذه تعدينا ديريكتومون على البيسين، نلقاو لوكال تكنيك لهنا نتاع كاس دو فيل والدنيا الكل نتاع الشوفو نتاع الشديرة. دونك نمشيو مع بعضنا باش نوريكم المدخل الرئيسي نتاع الدار، مدخل معناها نتاع البيتون. هنا تدخل بالكهرباء، تنجم تمشي على صفيك شوية باش تدور من شيرة الصالة، سينو فما مدخل نتاع الكوجينة في الجهة هذيا. هنا تدخل تلقى الكوجينة إذا كان عندك قضية كبار ولا حاجة. بعديك نحط لكم المساحة الجملية وبقية التفاصيل، يعني المساحة الجملية والمساحة المغطاة في صندوق الوصف، تلقاو اكثر معلومات. هذا المدخل الرئيسي نتاع الدار، اذا كان تدخل باش تدخل من يعني باش تدخل من باب الدار نورمال تبدا على زقيك. عندنا جردة واسعة على الاخر، فيها بيسين مزيانة وتراسة ذي مقابلة للصالة. نلقاو فما تراسة هنا، فما ديكور غاديك تنجم تحط فيه طاولة ولا حاجة على البيسين. الغرف الكوليكا ما شاء الله عندهم بطلالة رائعة جدا على البحر، لكن بعد تمشيو نشوفوهم. دونك هذه هي الدبيرة متاعنا، نلقاو الحيط الكوليكا فيه الكليراج، ونلقاو زادا كيف كيف فيه أشجار معناها متاع زينة ونوار وكل شيء. عندنا دوش ديكستيريور من الشيرة هذيا، واللوكال تكنيك نلقاوه في الشيرة هذي. شكرا لربي، ويمشيو نعملو طلة على الدار من داخل. نلقاو الصالون ولا بيت ستول هنا تنجم تجي في لونطري بالضبط. نلقاو كونتوار مزيان برشا على الشيرة هذي، شيرة اليسار. دونك نتاع إذا كان نتاع قاعدة ولا تفطر ولا حاجة، تنجم تنجم تبدا على الكونتوار، ما تستحقش برشا. دونك عنا لهنا صالون يطلع على البيسين، هذا توزيع الكوليكا متاع المساحة الحياتية، يعني ليفين بورت فينيتر واسع. وكيف ما قلتلكم فما تراس حلو برشا تاع قاعدة على البيسين. بلافون هنا مزيان على الاخر ومودرن برشا، في كاش لامير، في كل شيء معناها، حتى في لونتري زاد كيف كيف فما موشن ديتكتور تاع سيستم سيكوريتي. عندنا الانترفون، نلقى
قاو دروج لهنا طلعنا للبريمير ايتاج اللي فيه بقيت غرف النوم. عنا بيت حمام صغيرة لنا، للضيف ولا تبدا في السلام معناها باش تقضي مورك في سافيسا دونك تنجم. كوجينا واسعة ما شاء الله عليها فريمون حاجة رائعة، كل شيء إيكيبي حاضر، زاوية ما شاء الله معناها مجهزة من كل شيء، يعني زليمون لوك الغاز بلاك كل شيء دار فيها غاز دافيل إيكيبي بشفر سنترال. وعندنا هذه الكوان هذه تحفون تاع الكونتوار لهنا، كونتوار صغير هنا على سالة تاع السيرفيس ربي. قبل ما ننسى فما الانستالاسيون نلقاو في البيوت الكليك، نلقاو الانستالاسيون تاع الكليماتيزاسيون كل حاضرة، معناها جوست تركب الكليماتيزور هذوك وتبدا كل شيء اون مارش. عندنا في الريتشوسي شامبر سويت، خارق العادة، فيها دريسينغ متاعها تلقاها لهنا ورا الباب بالضبط. كيف كيف عنا بيت حمام، كيف كيف يكيبي فيه ساشانج كل شيء، نلقاو فيه كابيني لدوش فيها فيكس وفيها الموبيل، هاد شاور مزيان برشا. دويرة مودرن و صغرونة تعمل 66 كيف. عنا اون شومبر اكوشي لهنا كيف كيف اكيبي باش نفرش القرار، فيها دوزيام دريسينغ نفس السبوتات، ديزاين مزيان برشا تاع البلافون الفوق. الأرضية كوليكا رخمة مدالة، خارج برشا على المود متاع الدار، يعني خارج برشا على اللوح وعلى الديزاين اللي في فورم كاري تحسو كلاسيك شوية. كيف دروج مزود فيه ريكلاراج في القاعة. ليه عنا في البرمي تاج عنا دخول شامبا كوشي، وعنا دروج هذايا نسيت راني في الأول ما عملتش ما طلعتلوش، طبعا نطلع مع بعضنا نستكشفوا مع بعض إذا رحنا بيت أخرى ولا فما تراس ما نعرفش تنشوفوه. شوفوا ما شاء الله، شوفوا الروعة متاع المنظر. إطلالة خارقة للعادة، هذه هي نورمالمون الماستر بادروم، يعني شومبر كوشي برانسيبال، نلقاوها أكبر وأوسع وأظهر، فيها تراس وفيها إطلالة مزيانة برشا على البحر. ما شاء الله عنا ادريسينغ واحد اخر هنا، وعنا ادريسينغ كبير بالكل غادي، فيه تراس مزيان برشا. هذي اللي قلت لكم تراس فيه اطلالة مزيانة برشا على البحر. جيماجين الأضواء لهنا في الليل نتاع الحمامات الكليكا يعطيو منظر مزيان، يعني فوادو هذي اللي تشوفوا فيه حاجة بالمورا. عنا سندوبان هنا فيها بانو مزيان برشا، لوكس وكونفور، سيش لانج زادا كيف كيف موجود.
هذه البيت نتاعنا الماستر بادرو كيف كيف نلقاو ليزون تاع الترفون اللي هنا موجودة نلقاو دو شامبر كوشي الاخرين كلهم دي شامبر سويت ديزاين مزيان برشا تاع لو مودرن تاع البلافون نلقاو كيف كيف زوز دو دريسينغ لهنا كابيني دو دوش زادا كيف كيف مودرن مزيانة برشا فيها الفيكس وفيها الموبيل فاسك دا روعة مزيان برشا لوكس عن الاخر معنا التخوازيام شامبر كوشي كيف كيف بيت واسع على الاخر وفيها لو نيسيسار الكوليكا كيف ما البيوت الاخرين دريسينغ واسع بلافون مزيان دي سبوت عاطين منظر روعة كيف كيف نفس التجهيزات نلقاوها في بيوتنا الاخرين نلقاوها زادا موجودة هنا كابيني دوش فاس مزيان برشا لان بون ديكور اخر افخم شوية بتاتر مزيان باللوح هذه هي الفيلا نتاعنا نمشيو نستكشفوا مع بعضنا تويكا هذه خاطيه البلانين كيف باش نعملوا طله نشوفوا شنو شنقاو في الطابق العلوي نروح مو راني من الاول جيت لهنا ما جيتش يعني توا جيت نلقاو بيت اخرى خارق العاده روعه او بارفي هنا تنجم تجي شامبر كوشي كيما تنجم تكون بيت نتاع غسيل فيها تراس صغير لهنا بتاتر يكون منشر واو روعة ما شاء الله تراس كيف كيف برخام جو أحلى جو يعني هذية متاع بيت متاع بيت وحش تفرد فيها برتي كل هافيلات تشوفوا البحر الكل اللي كتاع الحمامات او كيما تراو زون فيلا الكل مانيش مزومي برشا راهو 1.6 معناها العادي هكا الفيو نتاع العين هكا هذه الفيو نتاع العين روعة ما شاء الله بي اذا كنت جيت معنا في القناة ما تنساش تعمل سبسكرايب وتفعل الجرس بقيت المعلومات تلقاهم في صندوق الوصف كاو ان شاء الله تعجبكم الدار تعجبكم الدورة انا فريمون شفت عليها الدار تلقاو كيف كيف رقم الوكيل العقاري اللي باش يجيبكم تشوفوا الدار لهنا تلقاوها في صندوق الوصف كيك سواء انا ولا حد اخر مرحبا بكم الناس الكل نشوفوكم في الفيديو الجاي